الحديث التالي: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب. نعم، اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم، فهذا من الأخطاء عند ذكر الله، وهو رفع الصوت بالذكر. لما ترفع صوتك بالذكر؟ والعياذ بالله، فالله عز وجل يسمع السر وأخفى. لما ترفع صوتك؟ اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم. وبالتالي ما نراه من بعض الناس أنه يجهر بالذكر، هذا يخالف إذ نادى ربه نداء خفيا. فالله لا يحب الجهر بالذكر. نعم، في بعض الصور للتعليم، إنسان أمير رحلة وأراد أن يعلم الموجودين مثلا دعاء السفر، فصار هناك رفع صوت للتعليم، فهذا لا حرج. بل ورد عن عمر بن الخطاب أنه جهر بدعاء الاستفتاح بعدما كان يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، يرفع صوته بدعاء الاستفتاح. لما؟ لكي يعلم. فإذا رفع الصوت بالذكر للتعليم ما به جائز.